نعم، عندما يقول زيلينسكي إنه لا يصدق التعهدات التي أطلقتها روسيا بتقليص عملياتها العسكرية في أوكرانيا، على ماذا يدل هذا التصريح في الوقت الذي تسعى به أنقرة إلى تقريب وجهات النظر بين الطرفين؟ إذن لا يوجد ثقة أصلا من قبل زيلينسكي بالتعهدات الروسية؟ تماما لا يوجد ثقة عند الجانب الأوكراني، أنت مصيب تماما في هذا الموضوع، لا يثقون فيهم، نظرا لأن روسيا قبل يومين من انطلاق الحرب كانت تصر على أنها أن قواتها التي حشدتها على الحدود مع أوكرانيا هي حق طبيعي لها وأنها لا تنوي القيام بأي عملية عسكرية ونفت ذلك، ولكن في 24 فوجئ العالم بأن الجانب الروسي أطلق عملية عسكرية ضخمة رغم أنه كان ينفي تماما أي نية لغزو أوكرانيا، لذلك ظروف عدم الثقة موجودة. ثانيا لو كان هناك جدية أكثر ربما من الجانب الروسي لكانت في وقف إطلاق النار بشكل سريع دون تحديد دون تحقيق أهدافه لكان استجاب للطلب الأوكراني الذي كان ينطلق دائما من أنه يجب بداية وقف إطلاق النار ولاحقا الاستمرار في المباحثات، ولكن حتى الآن روسيا لم توقف إطلاق النار أثناء المفاوضات الجارية بين جانبين الروسي والأوكراني، سواء كان الموضوع عن طريق اتصالات فيديو أو بحضور مباشر في الجولات التي جرت في مدينة غومل البيلاروسية أو في اسطنبول في تركيا.